فيتامين B5، هذا الفيتامين نقصه ممكن تكتشفه في حالات المجاعة أو البلدان اللي فيها سوء التغذية. وأول ما بتلاقي سوء التغذية بتلاقي أمراض كتيرة جدا، منها التعب والإعياء المستمر، تساقط الشعر، عدم نظارة البشرة، أمراض كتيرة جدا. في حبة الزيتون، هذا الكنز العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم، الزيتون فيه فيتامين B5 وفي حاجات كتيرة جدا، وفي كنز ثمين بالنسبة للحوامل وللأجنة. اسمعوا الحلقة دي كويس جدا ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى. حبة الزيتون فيها من الفوائد ومن الكنوز ما لا زوطه. اتكلمنا في المقدمة عن فيتامين B5، فيتامين B5. فيتامين B5 ده بيشتغل على تحويل الكربوهيدرات اللي انت بتاكليها، النشويات اللي انت بتاكليها، وكمان الدهون اللي ممكن تاكليها، بيحولهم الى طاقة، فبيخلي الجسم يستفيد من الحاجة اللي داخلاله من كربوهيدرات ومن دهون ويحولهم الى طاقة. فلما بيديك الطاقة بيحارب عندك الاعياء والخمول والتعب والإرهاق وبيمدك بطاقة زايدة. فيتامين B5 مهم أيضا لرونق البشرة عند الحامل، مهم للجهاز الهضمي عندها، مهم للعيون، مهم للجهاز العصبي، مهم للكبد. كل ده فيتامين B5 اللي موجود فين؟ اللي موجود في الزيتون. لو حبينا ننتقل إلى حاجة بتفيد الجنين مباشرة، هنتكلم على إن الزيتون بيحتوي على الحديد، المكون الرئيسي لخلايا الدم الحمراء، وخلايا الدم الحمراء هي التي تحمل الأكسجين إلى أجهزة الجسم المختلفة. ولما بنتكلم عن أجهزة الجسم المختلفة اللي من ضمنها الجنين، الأكسجين ده بيوصله عن طريق خلايا الدم الحمراء. طيب لما الأكسجين بيوصل للجنين أنا محتاج حاجة تانية، أكسجين وصل للجنين يبقى شيء جيد، يبقى هو على قيد الحياة، يبقى هو بيتمتع بحياة طيبة، يبقى هو في حالة نمو، أكسجين يعني بينمو كويس. فضلا على ان الحديد ذات نفسه مكون مهم جدا ومغذي مهم جدا لتطور ونمو الجنين بشكل سليم ووزن الجنين بشكل جيد جدا. الزيتون فيه عدد كبير جدا من مضادات الاكسده، الانتي اوكسيدنتس. الحاجات دي كلها مهمه عشان الحامل وبطريقه غير مباشره ايضا الجنين. المضادات دي، مضادات الاكسده، حائط صد قدام أي عدوى ممكن تقابل الحامل ومن ثم أنها تنتقل إلى الجنين. فمضادات الأكسدة دي متوفرة في حبة الزيتون، ومن ثم بتغذي المرأة الحامل وبتغذي الجنين بمضادات أكسدة لتقوية جهازها المناعي والجهاز المناعي عند الجنين. الناس اللي مش بيحبوا يشربوا الحليب ولا بياكلوا جبنة ولا 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 الحاجات دي كلها، ويبقى عندهم تخوف إن هم ما بياخدوش ما يكفيهم من الكالسيوم، حاولوا ان انتوا تنوعوا مصادر الكالسيوم المختلفة. بنتكلم النهاردة عن الزيتون، مصدر من مصادر الكالسيوم المهم لعظام الام اللي بيحميها من هشاشة العظام. وكمان الجنين في هذه الفترة في رحلة الحمل بيحتاج ان هو يكون الهيكل العظمي بتاعه، عظام الجنين محتاجة كالسيوم عشان تتكون بشكل سليم. ففي حبة الزيتون يتواجد الكالسيوم بشكل جيد جدا، ومن ثم بيدعم الام وبيدعم الجنين بالكالسيوم. في الزيتون في حمض اسمه حمض الاوليك، حمض الاوليك ده مهم للحامل وللجنين. مهم للحامل ليه؟ مهم ان هو بيحميها جنبا الى جنب التغذيه السليمه من اصابتها بسكر الحمل، وايضا بيقي بشكل كبير عند توفره وضمن طبعا المغذيات اللي بتدخل عند الجنين من الام. حمض الاوليك ده بيحمي الطفل في المستقبل أن يصاب بأمراض الحساسية وقربه بشكل أكبر من غيره من الأطفال.
الزيتون كمان بيشتغل على خفض ضغط الدم وضبط مستويات ضغط الدم، ولما بنتكلم عن ضبط مستويات ضغط الدم يبقى بنتكلم عن تدفق الدم بشكل مثالي بالنسبة للجنين، وبنتكلم على انه بيحمي الحامل من خطر الإصابة بتسمم الحمل وبخطر أي مشكلة قد تصيب القلب لا قدر الله في فترة الحمل، وذلك لأنه بيشتغل على خفض ضغط الدم وضبط مستويات هذا الأمر. بيحمي الأم بعد الولادة من خطر النزيف اللي ممكن يحدث ليها بعد الولادة. طيب ليه؟ لأنه بيحتوي على فيتامين كي، وفيتامين كي ده بيحمي كتير جدا من خطر الإصابة بنزيف ما بعد الولادة. وكمان في الزيتون يوجد فيتامين سي، فيتامين سي مش بس مهم للحامل في فترة حملها، ده كمان مهم لما بعد فترة الحمل. فيتامين سي بيقوي الجهاز المناعي عند الحامل، فيتامين سي بالنسبة للي بتلد لو ولدت قيصري، فيتامين سي بيساعد على التئام الجروح بشكل أسرع، فيتامين سي بيعزز امتصاص الحامل للحديد اللي هي بتاخده سواء كانت مكملات غذائية أقراص أو حتى الحديد المتواجد في الأكل. طيب ده هو كمان في حديد وكمان في فيتامين سي، إذن امتصاص أفضل للحديد اللي موجود في الزيتون، ومن ثم أنت لما بتاكل حبة الزيتون بتستفيدي استفادة كبيرة جدا من الحديد اللي فيه، وطبعا الفايدة دي بتعود على الجنين أيضا. حاجة كمان بتساعد على ترطيب البشرة ومتواجدة في الزيتون هو فيتامين إي. فيتامين إي من الفيتامينات المهمة جدا لنضارة الوجه، وطبعا في فترة الحمل بتعاني الحامل من شحوب البشرة طبعا نتيجة إن في فيتامينات كتيرة جدا بتتسحب منها ومعادن بتتسحب منها ومغذيات بتتسحب منها، فبالتالي بيبقى النتيجة العكسية شحوب وتعب وإرهاق في البشرة. فيتامين إي زي فيتامين سي برضو من ضمن الحاجات المهمة للبشرة، فيتامين إي معزز كبير جدا لنضارة البشرة لنعومة الشعر، وفيتامين إي بيساعد أيضا على التئام وسرعة التئام الجروح، يعني تعزيز جسمك بالزيتون أو بتناولك للزيتون أنت بتعززي جسمك بهذا الفيتامين المهم اللي ممكن يساعدك كمان بعد الولادة لو بتلدي قيصري أو حتى لو بتلدي ولادة طبيعية وحصل شق زي شق العجان، فأنت محتاجة أن أنت تسرعي من عملية التئام الجروح بهذا الفيتامين المهم اللي هو فيتامين إي جنبا إلى جنب فيتامين سي وطبعا المكملات الأخرى. دي كلها حاجات كانت في حبة الزيتون. ناكل في يومنا حفنة كده يعني بتاع 10 زيتونات في اليوم، أثناء مثلا 4 5 زيتونات كده مثلا في الفطار في العشاء زيهم أو تنوعهم، يعني ما نكترش دايما تملي. الاعتدال في التناول أمر مهم جدا، أمر مهم جدا جدا التناول وباعتدال. الزيتون زي ما احنا شفنا فيه يعني فوائد عظيمة جدا، ولكن كل شيء ربنا سبحانه وتعالى وضعه بميزان. فناكل 10 حبات زيتون ممكن نوزعهم، عايزين تاكلوا 15 حبة زيتون بس موزعين على مدار اليوم، ما فيش ما يمنع ذلك. واشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.